حياكم الله، هي حلقة جديدة من بعض الطبع استعرضت فيها أبرز ما حوى صحف الخرطوم هذا الصباح وقراءات تحليلية مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي والنائب رئيس تحرير صحيفة السودانية الدولية أستاذ طاهر المعتصم. أهلا بك معنا اليوم. أهلا بك أستاذ ساحر، وحياك الله وحيا الله السادة المشاهدين الكرام. أهلا بك معنا. البداية بالعناوين. على صحيفة الصيحة نطالع فيها البرهان: سنحقق في التظاهرات الأخيرة وحرية التعبير مكفولة، واستمرار إغلاق شريان الشمال واتجاه لتدريس طريق التحدي. مع على صحيفة الوطن تسجيل أول حالة من المتحور أوميكرون بالخرطوم، ومقترح من السيدي بدمج رسوم النفايات مع فاتورة الكهرباء. على اليوم التالي الاتحاد الأفريقي يصرح أن انشقاقات المدنيين عائق لاستقرار السودان. على التيار: السفير والثيوبي للتيار: لم نغلق الحدود وهنالك مساعي لإعادة فتحها. أما على السودان: تراجع التحويلات المالية من الخارج عبر القنوات الرسمية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أبدأ معكم مباشرة بصحيفة اليوم التالي. الاتحاد الأفريقي يقول أن انشقاقات للمدنيين عائق لاستقرار السودان في تفاصيل الخبر، حيث نقلت صحيفة سيتيزن أوغندية أن الاتحاد الأفريقي يسعى لإيجاد حل إفريقي للأزمة في السودان في وقت يمثل فيه القمع العنيف للاحتجاجات بجانب الانشقاقات بين الجماعات المدنية، وهي أهم العوائق أمام أي عملية سياسية لحل الأزمة. وأوردت الصحيفة في تقرير يوم أمس أن مبعوث الاتحاد الأفريقي الخاص إلى السودان قد أخبر المجلس بأن الأزمة في السودان لم تكن فقط في قمع الاحتجاجات بل في الانشقاقات وسط الأطراف المدنية. أستاذ الطاهر، الخبر يحمل نقطتين، يتكلم عن القمع العنيف في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة والولايات يعني لاحتجاجات، ويتكلم عن أن العوائق أمام أي عملية سياسية لحل الأزمة كانت هي الانشقاقات بين الجماعات المدنية. يعني إذا بدأنا على ما انتهى به الخبر، أزمة في السودان لم تكن فقط في قمع الاحتجاجات بل في الانشقاقات وسط الأطراف المدنية. يعني بالاختلاف أو الاتفاق، يظل موت الشباب والدم الذي يثيل هو أسوأ مؤشر يمكن أن يتحدث عنه أي مراقب أو أي محلل. بالتالي في أهم ومهم، الأهم وقف هذا القمع، الأهم هو وقف الدماء التي تسيل في الشوارع، وقف إزهاق الأرواح البريئة، ده هو الأهم. وجهة نظر الاتحاد الأفريقي مغدرة، وفعلا القوى المدنية تحتاج إلى جبهة موحدة أو مركز اتخاذ قرار موحد، لأن لو غدا اقتنع المكون العسكري بأن يسلم السلطة، لماذا لا تكون هناك مكون واحد يستطيع أن يرشح شخص واحد لاستلام السلطة؟ بالتالي القوى المدنية تحتاج إلى خطوات أكبر للتوحد. ربما كان أو ربما يقصد الاتحاد الأفريقي أن في مثل هذا الوقت وفي مثل هذا العنف والقتل في الشارع هنالك انشقاقات في القوى المدنية، ربما هو يقصد ذلك. واضح أن مثلا قوى الحرية والتغيير لم تستطيع أن تلتحم مع لجان المقاومة، نعم بينهم تفاهمات كبيرة جدا جدا على مستوى الشارع الثوري وغيره، لكن يجب أن يضمهم جسم واحد، هم والحزب الشيوعي وحتى الأحزاب التي القوى المدنية التي خرجت عن الحرية والتغيير والحزب الجمهوري والحزب الوطني الاتحادي. لو لم تجتمع هذه المجموعات المدنية كلها، كل من يؤيد استعادة المسار الديمقراطي عليه أن يضع أهم شيء التوحد لمكافحة تغيير المسار الديمقراطي. طيب ماذا عن المبادرات؟ يعني هنالك مبادرة كانت لأساتذة جامعة الخرطوم، هنالك عدد من المبادرات الإعلامية للصحفيين وكافة الإعلاميين، أخيرها على مبادرة الأخيرة التي يرأسها الأستاذ الكاتب الصحفي عثمان ميرغني. طيب يعني ما هذه المبادرات هذه؟ يعني هل ستساعد في حل هذه الأزمة في توحيد القوى المدنية؟ من المهم أن يدخل الجميع في خانة الفعل الإيجابي، لا يكفي أن نكتف أيدينا ونجلس
ويحدث ما يحدث الآن في السودان. الصحفيين مجموعة منهم ومن الكتاب ومن الإعلاميين التقوا وصاغوا مبادرة ممكن أقولها في نص دقيقة. المبادرة بتتمثل في أن تجمع القوى المدنية كلها على شخصية واحدة لترشيحها لرئاسة الجمهورية، ويتم انتخابات لرئاسة الجمهورية في فترة وجيزة، لأنه انتخابات رئاسة الجمهورية لا تحتاج إلى الدوائر الجغرافية والإحصاء السكاني وغيره. هذا الشخص المختار والذي تتوافق عليه القوى المدنية بأجمعها هو من يتسلم السلطة، لأنه المكون العسكري يصير مرة بعد مرة أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة. لحل هذه العقدة على المجموعات المدنية تتفق على شخصية واحدة تقدمها وتطلب عقد انتخابات بضمانات دولية وضمانات محلية. هل ستكون مثل الذي يحدث في ليبيا الآن؟ لا، أفتكر هنا الشعب السوداني لجان مقاومته بتمثل صمام أمان للشارع الثوري لمنع أي تزوير يحدث. حتى هي رغيب، لجان المقاومة والشارع الثوري رغيب على القوى الحرية والتغيير مثلا، ورغيب على المكون العسكري وعلى أطراف السلام وعلى غيره. بالتالي المسألة ليست في ليبيا، لأنه ليبيا في انقسام واضح جدا جدا ما بين المؤسسة العسكرية وبين مجموعات حزبية. نعم، إذا عدنا إلى الاحتجاجات أو التظاهرات الأخيرة، يعني في صحيفة الصحيحة البرهان يصرح بأنه سنحقق في التظاهرات الأخيرة وحرية التعبير مكفولة، يعني بحسب الأنباء هنالك لجنة لتحقيق في أحداث التظاهرات بدأت عملها، يعني إلى أي مدى يمكن أن يكون عمل اللجنة وصولها للجنة عملية سهلة مثل ما وصل سريعا إلى قاتل العميد عميد الشرطة؟ الواضح أن هذا الحديث أتى في سياق لقاء الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالسفيرة النرويجية في الخرطوم، وأتى هذا التصريح كرد للمجتمع الدولي الذي يتساءل بصورة كبيرة، يعني على مستوى مجلس الأمن أيضا وعلى مستوى حقوق الإنسان وكل المجتمع الدولي يتساءل عن الغمع الذي يحدث. هذا التصريح أوضح أنه سيتم التحقيق فيما مضى، ولكن ما سيحضر الآن أعلن عن جدول ثوري أو جدول مواكب في فبراير في يوم 7 و14 و21 و28. هل تستطيع السلطات أن تكبح جماح نفسها ولا يكون هناك عنف مفرط ولا نشهد دماء؟ هذا هو السؤال الذي يتوجب الإجابة عليه. هذه اللجنة هل ستكون مثلها مثل اللجان السابقة؟ لا أعتقد، لأنه مؤخرا في لجنة كونت لأحداث العنف التي حدثت في 17 يناير والتي راح ضحيتها حوالي 7 من الشباب اليفع. هذه اللجنة أصدرت بيان أول أمس بأنها بدأت في التحقيقات وفي مقاطع الفيديو للوصول للجنة. هناك ثقة، يعني ثقة كبيرة جدا من قبل الجهات العليا، يعني هم حتى يتحدثون عن جهة ثالثة، يعني ما هي الجهة الثالثة؟ ما هو المستفيد من القتل الآن في الشارع؟ مؤكد أنه نظرية الطرف الثالث دي نظرية لا تقوم على ساغين، لأن المسؤول أولا وأخيرا عن حماية التظاهرات السلمية هي قوات الشرطة، لأنها قوات مدنية هي التي تستطيع أن تكتشف لو هناك طرف ثالث وتستطيع أن تقبض عليه. بعدين يا أستاذ السحر، الكاميرات بتاعت الموبايلات دي أصبحت تصور أي حاجة، يعني ما شهدناه في المظاهرات الأخيرة تصوير لحتى من يستخدم الرصاص وغيره. نعم، نذهب معك إلى صحيفة الصيحة، حيث استمرار إغلاق الشريان الشمال واتجاه لتتريس طريق التحدي، حيث واصلت لجان المقاومة بالولاية الشمالية لليوم السادس إغلاق طريق الشريان الشمال في 5 نقاط رفضا لزيادة تعرفة الكهرباء والمطالبة بحقوق الولاية. استمرار إغلاق شريان الشمال اتجاه لتتريس طريق التحدي، يعني واضح جدا أن القضية قد اتسعت، لأنه المتاريس عندما استخدمت كانت تستخدم لحماية المتظاهرين السلميين من الأجهزة الأمنية التي كانت تلحقهم بالتأشيرات وداخل الأحياء وكذا في فترة الثورة، ترسخت لهذا للحماية، لكن أصبحت تستخدم للمطالب السياسية والمطالب بتاعت الكهرباء. الأمر ده تم في شرق السودان، تحولت المتاريس إلى ضغط
مطالب وسكتت عنها السلطة بل تماهت معها. هل هنالك تجاوب يعني من قبل السلطة؟ يعني حتى أنا أتكلم ليس عن طريق الطرق القومية، أتكلم حتى عن المتاريس في المدن. هو مطلوب مثلا عندما كون مجلس السيادة الانتقالي بشكله الجديد، هناك عضو عن الشمالية، منطقة شمال السودان، على هذا العضو أن يتبنى أمر المنطقة التي يدعو أنه تم ترشيحه من قبله، ويذهب إلى هناك ويشوف مشاكل الناس دي ويحاول يحلها لهم. يعني ما في ناس في ظل الطقس البارد يظلوا يحجزون الطرق ويظلوا يبيتوا، مسألة صعبة جدا. مفروض أن السلطة تتحرك إلى هذه المناطق ويتم التشاور مع الموجودين على الأرض وحل مشاكلهم. طيب يعني حتى المجلس السيادي يعني يوم أمس وجه بمعالجة أسباب إغلاق الطرق، يعني شكل مضمون المعالجة التي أشار إليها السيادي الآن؟ التفاهم مع القائمين على أمر الإغلاق للوصول إلى حلول تجنب البلاد والعباد الأضرار التي تحدث. يعني أنا بغض النظر عن الضرر الاقتصادي، لكن في شباب يفع وموجودين في الطرقات دي لأوقات متأخرة وطقس سيء جدا. كيف بيلوموا الآباء الموجودين في المجلس السيادي وأبنائهم موجودين في المنطقة دي؟ عشان كده المفروض حلها بأعجل ما يكون، ممكن تتحرك عربية الليلة تقعد معاهم، مطالبهم شنو تتشال ويصلوا لتفاهم فيها. طيب يعني طالما طبعا تطرقنا إلى إغلاق الطرق والذي هو طبعا مرتبط بتأثيره على الاقتصاد الوطني، منتصف الشهر الجاري تمت إجازة موازنة العام 2022، البعض طبعا يتساءل عن مرجعيتها يعني إلى اليوم في ظل غياب هياكل السلطة. واحدة من الإشكاليات أن الموازنة نفسها لم يتم إجراء مشاورات واسعة عليها. في العادة كل السنوات السابقة بيتم المشاورة حول المؤشرات الخاصة بالموازنة، هذه الموازنة لم يتم إعلانها إلا بعد عدة أيام بعد دخول العام الجديد، تفاجأ الناس بها، واللي هي شهدت واحدة من الإشكاليات زيادة سعر الكهرباء إلى مبلغ كبير جدا، ثم التراجع عنه، ثم العودة إلى الزيادة. في حديث عن زيادة في الرواتب تضمنت الموازنة، ولكن المراقبين يتساءلون من أين الإيرادات التي الحقيقية التي ستتوفر لزيادة هذه الرواتب. قيل أن هذه الموازنة تعتمد على موارد ذاتية حقيقية، وإذا ما تمت يعني إذا تكلمنا عن زيادة المرتبات، البعض يقول أن هنالك ستكون حالة من التضخم سيشهدها السوق. مؤكد أن السوق لن يصمت، السوق لن يظل مكتوف الأيدي. لو زاد المرتبات من 3000 إلى 9000 حتزيد البضائع. المسألة دي خطورتها إنه موازنة العام الحالي أتت في ظل منع أي مساهمات دولية، منح أو قروض أو غيرها، واللي هي كانت بتشكل العام الماضي حوالي بحسب بعض الخبراء 40%. فغيابه مؤكد بيعمل مشكلة كبيرة. وزير المالية المكلف نفسه جبريل بالأمس عنده تصريحات مع السفيرة الفرنسية، طلب منا مساعدتهم في إعادة برنامج سمرات وغيره، لكن هذا الأمر المجتمع الدولي أوقفه تماما بعد 25 من أكتوبر والقرارات الحادية التي صدرت. حتى يعني في صحيفة السودان اليوم جاء فيها تراجع التحويلات المالية من الخارج عبر قنوات رسمية. واحدة من الإشكاليات أن الفرق في سعر العملة، يعني بغض النظر عن موقف سياسي للبعض، ولكن شخص عنده $100 عايز يغيرها في البنك ب 460 مثلا، في السوق ب 490. مؤكد أنه الأشخاص العاديين بيبحثوا عن الربح، بالتالي الخطورة في تحرك سعر الصرف ما بين السوق الأسود والبنك المركزي، ورغم إعادة المزادات وغيرها، لكن ما يظل لسه في فرق كبير. نعم، أسهب معك إلى صحيفة الوطن، تسجيل أول حالة من المتحور أوميكرون بالخرطوم، حيث أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم حملة التطعيم ضد كورونا في وقت أعلنت فيه عن تسجيل أول حالة بمتحور أوميكرون بالسودان. وقال مدير إدارة تعزيز الصحة بولاية الخرطوم دكتور صلاح الدين حسن إن متحور دلتا أخطر من أوميكرون، لافتا إلى أن مريضه لا يخضع إلى العناية المكثفة. يعني تسجيل أول حالة من المتحور أوميكرون بالخرطوم مع توالي أنباء عن زيادات مضطردة في عدد الإصابات. يعني التقارير بتتحدث عن 2000 إصابة في الأسبوع الماضي، وده رقم كبير جدا.
لكن ما أود أن أقوله أن هذه الأرقام تخص الناس الذين يكونوا مسافرين أو يحتاجوا ذهاب للمستشفى أو غير الموجودين في البيت. ما في حاجة اسمها الالتهاب الحايم ده. الالتهاب الحايم. في الغالب الالتهاب الحايم ده هو مقرن نفسه وأصاب الناس كثير، لكن المهم في هذا الخبر إنه التطعيم واللقاحات الآن متوفرة. استرازينكا تحديدا، لانه في ناس كتار خلال الفتره الماضيه اخذوا الجرعه الاولى والجرعه الثانيه ما كانت متوفره، الان توفرت استرازينكا، يمكنهم الذهاب الى المراكز المعنيه لاخذ اللقاح، وايضا فايزر متوفر. وخلينا نوجه رساله ان اللقاح امن، واللقاح يستطيع صاحبه ان يكافح اوميكرون ودلتا وغيره، ولا يحتاج ان يذهب الى غرفه العنايه المكثفه مثل ما تحدث الخبر. طيب يعني حتى هذه الحالة الصحية في البلاد متزامنة مع الأوضاع الاقتصادية التي تطرقنا إليها طبعا قبل قليل، يعني اقتصاد البلاد الآن لا يحتمل. مؤكد السعة السريرية نفسها في المستشفيات لا تتحمل، كلنا شفنا قبل سنتين بداية كورونا وكان الناس اللي محتاجة أكسجين بيقفوا في العربية برا عشان يلقوا أكسجين وخطوا لهم، لأنه ما بيلقوا سرير في المستشفى. لو تزايدت الإصابات النظام الصحي عندنا شبه منهار لا يتحمل، بالتالي مطلوب من المواطنين الوعي التام والحذر والعودة إلى استخدام الكمامة وأخذ اللقاح وغيرها من التحذيرات التي أصبحت معروفة. طيب نحن نتكلم الآن عن الحالة في الخرطوم، ماذا عن الولايات؟ أنا عايز أكرر إنه ما يصل ده شخص يضطر إنه يسافر أو يذهب إلى مستشفى أو غيره، ظهرت بتوقع مجرد توقع أن هناك كثير من الإصابات في الفترة الماضية، وكلنا شفنا في السوشيال ميديا كتابة الالتهاب الحايم ده أخذوه السودانيين كتعبير يستعيضوا به عن كورونا، بقت كلمة الالتهاب الحايم في الناس ده. لكن الأمر ده بيحتاج إلى الحذر من مواطني الولايات، لأنه النظام الصحي عندهم أسوأ من الموجود في العاصمة. يعني حتى مع الالتهاب الحايم ده درجة الالتزام حتى بالاشتراطات الصحية ضعيفة جدا لدى المواطنين، يعني نادر ما تلقى إنه زول لابس كمامة. واحدة من الحاجات إنه القرارات نفسها من السلطات ومن الولاية ومن الحكومة ما نافذة، يعني في لجنة صحية، في عضو من مجلس السيادة أجل المدارس بدل إجازة نصف العام تكون أسبوع، أجلوها لأسبوعين إلى 21 فبراير، لكن مثل هذه القرارات تحتاج إلى أن تندح في مؤسسات الدولة، بمعنى أن لا يمكن دخول البنك إلا بكمامة، لا يمكن دخول وزارة الخارجية للذين يحتاجون إلى خدمة أو الوزارات المعنية أو غيرها إلا باستخدام الكمامة. هذه الإلزامية تحتاج قرارات وتحتاج إلى عقوبات. نعم، يعني هذه الأيام نواجه طبعا حالة اقتصادية صعبة جدا، حالة صحية صعبة جدا، نوجه للمواطنين الالتزام بالاشتراطات الصحية، غسل الأيادي ولبس الكمامات والالتزام بجميع الإجراءات الصحية. أستاذ يعني الطاهر، دعنا نرحب سمعك، نرحب بالزملاء بمساء جديد، فاطمة المصباح وأحمد المغربي، أهلا بكم. كيفك يا سحر؟ إن شاء الله طيبة يا أخي. شكلها ما سمعنا. عموما لك التحية يا سحر، لك التحية، تحية لضيفك أستاذ الطاهر المعتصم، شكرا جزيلا. وبالتأكيد يعني مع الأجواء الباردة وانخفاض درجات الحرارة، فبالتأكيد هناك بيكون في التهابات، لكن الناس برضو يعني أعراض بتكون ظاهرة وواضحة، خصوصا في تحورات جديدة يعني ظاهرة ميكرون وغيرها من المتحورات لفيروس كورونا. نتمنى السلامة للجميع وحضراتكم أكيد. مغربي، كيف حالك يا سحر؟ إن شاء الله طيبة يا أخي. إن شاء الله بخير. لازم الناس تخلي بالها من بعض يا جماعة، وتخلي بقدر الإمكان يعني إنها تتبع الاحترازات الطبية، عشان أوميكرون هو طبعا المتحور الجديد هو أكثر انتشار من غيره من المتحورات، فبقدر الإمكان الناس تتبع الاحترازات الطبية وتتبع التباعد وارتداء الكمامات. ما شايفك لابسة كمامة الليلة؟ لا، أنا بلاقي المشاهدين في الشنطة، أنت شفتين كيف كنت لابسة؟ صح؟ هكذب يعني؟ موفقين إن شاء الله. إن شاء الله. اللهم شكرا يا سحر. تسلمي. إذن الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ونائب رئيس تحرير صحيفة السودانية الدولية، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات في هذه الحلقة. شكرا أستاذ سحر كمال، وشكرا لفريق العمل وللمشاهدين الكرام. شكرا جزيلا لك.
إذن مشاهدينا، عدد من الملفات تأتيكم اليوم في 7:30 مساء على برنامج كالآتي مع عمار فتحي الشيلة. هذه الحلقة انتهت، أينما كنت في أمان الله.